بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الجديد والحلقة المتجددة في برنامجكم فتاوى، وأرحب بضيف حلقتنا الدائم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ عبد الله، السلام عليكم وأسعد الله مساءك بكل خير. وأنت أخي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت وإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا. نعم، معالي الشيخ عبد الله، أبدأ هذه الحلقة بهذا التساؤل من المشاهد الكريم أبو عبد الله، يقول: روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يطلب حديثا منكم عن الصدقة وأثره على المتصدق وعلى المجتمع في التراحم والنفع للناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكرم الناس، هذا لا يشك فيه عاقل، ولكن كرمه يزداد عندما يلتقي مع الجليس الصالح جبريل عليه السلام، الذي يزوره كل ليلة، يزوره كل ليلة من ليالي رمضان، يتدارسان القرآن علشان يعني تبقى العرضة الأخيرة والمنسوخ يزال، ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ويذاكره جبريل القرآن. فكان يلتقي به صلى الله عليه وسلم، فإذا لقي هذا الشخص الصالح ازداد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرفقة الصالحة تزيد العبد من الخير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما، ولكن يزداد كرمه عندما يلتقي مع جبريل عليه السلام. الصدقة أحبتي في الله في رمضان يعني لها فضل عظيم، لأن رمضان شهر المواساة، شهر يزاد فيه رزق المؤمن، شهر فطر فيه صائما كان له مثل أجره. هذا يا أحبابي بارك الله فيكم، الشهر المبارك هو الذي يعني يتحرك كثير من الأغنياء فيه، لأن تصل صدقاتهم إلى الناس، تصل صدقاتهم إلى الناس. فعندنا المناسبة الطيبة في شهر رمضان مبارك، ينبغي لنا يا إخواني أن نستغلها وأن نعلم عدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان يأتي في ظل صدقته يوم القيامة، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده. يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويقول الله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وعندنا يا إخواني ثلاثة قوانين من رب العالمين تخالف اللي في عقول البشر، لكن رب العالمين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. رب العالمين يأتي من النقيض من النقيض جل وعلا. فنريد أن نقف عند هذه الأنظمة والقنوانين.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال. يعني أنا الآن عندي 1000 ريال وطلع من 25، الرسول يقول ما ينقص، إما يزاد في بركته أو يزاد في عدده عندما أحركه أنا الآن. ولذلك يؤثر عن بعض التجار أن من أسباب نماء المال إخراج الزكاة والحقوق الواجبة فيه، كما قلنا في الآية السابقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. النظام الثاني أو القانون الثاني، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. بعض الناس إذا عفى الواحد قالوا ذلين ما أخذ حقه، لا، ربي يزيده عز، إذا عفى من أجل الله يزيده عز. طيب، والثالث من تواضع لله رفعه. بعض الناس يقول تواضع ليه، يشوفوني اني ماني بشيء، خلني افرض شخصيتي. يا اخي، قانون رب العالمين يقول من تواضع لله رفع في قلوب الناس وعند الناس، وجعل الله له منزله. فهذه انظمه، قوانين كونيه ينبغي لنا يا اخواني ان نفطن لها وان نعلم انها حق جاءت من الحق جل وعلا. نعم. جزاكم الله خير معالي الشيخ عبد الله وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا أحد الإخوة يقول إذا توفي شخص عليه أيام من رمضان وأراد أحد أسرته أن يقضيها، هل يلزمهم أن يدفعوا صدقة مع الصيام؟ وهل الأفضل الصيام أم الإطعام؟ هو لا يلزمهم أن يدفعوا صدقة عن مع الصيام، لكن مذهب جمهور العلماء أن من مات وعليه صيام من رمضان أنه يطعم عنه. ليش؟ لماذا؟ لأن الله جعل الإطعام عن العاجز لقضاء رمضان، فقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا الشخص اللي ما يطيقه الآن وشايب أو عجوز وكبير أو مريض من لا يرجى برأه، فرضه ماذا؟ فرضه الإطعام. فإذا مات الإنسان أصبح عاجزا، ففرضه الإطعام. وهذا هو المذهب، ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الترمذي. فالمشروع في حق من مات وعليه صيام من رمضان أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين، مقدار الإطعام 1.5 كيلو أرز، أو يذهب، وهذا أحسن، يذهب إلى الجمعية الخيرية ويقول لهم عندي كفارة أو فدية إطعام قريبي توفي وعليه مثلا 20 يوم، يأخذون منه مبلغ ويخرجونهم الفدية عنه. نعم، جزاكم الله خير. نعم. معالي الشيخ عبد الله، هذا يقول هل دعاء الإفطار يبدأ قبل الإفطار ب10 دقائق؟ لأني أمدح الله وأثني عليه وأكرر هذا الدعاء، أم أن الدعاء يكون بعد الأذان؟ لا، الدعاء يا أخي قبل الأذان وبعد الأذان. يعني بعض الناس جزاه الله خير دعاء 15 دقيقة، رب اغفر لي وارحمني وعافني بس. وبعض الناس دعاء طويل، تجده يطويل العمر، يمدح الله ويتوسل إليه بأسماء الحسنى ويخضع له، أنا عبدك الضعيف الفقير الحقير، يعني يظهر ضعفه واستكانته، ثم يدعو الله لنفسه ثم لوالديه ولذريته ولزوجته، ويدعو لحكام المسلمين وعلمائهم، ويدعو للجنود المرابطين، ويدعو لإخوانه المظلومين في شتى بقاع العالم، ويدعو أن الله يرفع الوباء، ويدعو. تجد دعاءه ما شاء الله كثير. هذا يبدأ يا أخي من قبل 10 دقائق، شو المانع؟ كله عند الإفطار. ولو حتى دعا بعد الإفطار ب10 دقائق واستمر، يعني أكل حاجة بسيطة ثم استمر يدعو، يقال إن دعاءه عند الإفطار. فالدعاء عند الإفطار ليس يعني مدته نص دقيقة أو شيء، لا، هو الدعاء عند الإفطار، حتى لو قبل الإفطار ب1/4 ساعة، ب10 دقائق، وهو يدعو ويمدح الله ويثني عليه، هذا هو دعاء عند الإفطار، وهذا أفضل. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا
يدعو فرفع يديه وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب، ادعو تجب. هذا راحت. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر دعا فلم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال رب اغفر لي وارزقني، مثل بعضنا الآن، رب اغفر لي وارحمني وارزقني وبس. هذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما هذا فقد استعجل، أما هذا فقد استعجل. نعم نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ عبد الله. معالي الشيخ، هذا أحد الإخوة يقول: عندي عامل في المزرعة وأحيانا يصلي وأحيانا يفوت الصلاة، وهذا العامل يصوم شهر رمضان كاملا، يسأل ما حكم صوم من لا يصلي؟ والله يا إخواني، الصلاة عمود الإسلام، والذي لا يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي القرآن الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني معناها اللي ما يسلموا بخونا في الدين. وأيضا قال الله تعالى على أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فيا أحبابي، ترك الصلاة مشكلة كبيرة جدا، ويكفر تاركها. لكن من نبدأ إن الله لا تصوم، نقول صم لعل الصيام إن شاء الله يكون سببا في تمام هدايته. نعم. شكر الله لكم معالي الشيخ هذه المشاركة معنا في هذا الشق الأول من هذه الحلقة، ونستأذنكم في أخذ هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعده حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم فتاوى، وأهلا بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، ونواصل طرح هذه الأسئلة التي وصلت إلينا على فضيلته. معالي الشيخ عبد الله، هذا يطلب شرحا لهذا الحديث، يقول: في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، ما هو المستفاد من هذا الحديث؟ المستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العشر الأخيرة من رمضان مزيدا من الاهتمام، لأن العشر الأخيرة من رمضان هي يعني أشرف ليالي السنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف. ومعنى الاعتكاف أنه يلزم المسجد للطاعة، يتفرغ للطاعة والعبادة في المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخيرة أيقظ أهله، أمرهم أن يصلوا، وأحيا ليلة كله، ولا في غير العشر ما يحيي الليل كله، كان ينام ويقوم، لكن في العشر الأخيرة يحيي الليل كله. وجد يعني زاد في جده وعبادته وقراءة القرآن. وشد المئزر يعني ابتعد عن نسائه، تفرغ للطاعة، ويعني بذل جهده. لأن شد المئزر يطلق على أمرين: على على الجد في العمل. نعم. وعلى البعد عن النساء. نعم نعم. معالي الشيخ عبد الله بارك الله فيك، بعض الأخوات ربما تقضي هذه الأيام وهذه الليالي في ما يتعلق بالطبخ، فتذهب الساعات الطوال في موضوع الطبخ ويفوتون هذا الأجر العظيم،
لو كان من كلمة لهن. والله يا أخي عندنا في الطبخ مشكلتان. نعم. المشكلة الأولى أن الناس يطبخون ما لا يأكلون، يطبخون كثير ويحطون سفرة أنا يعني أعتقد أنهم لا يأكلون نصفها، وهذا والله يا إخواني إسراف، والله تعالى لا يحب المسرفين. الله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم يتعبون أنفسهم. يعني أنا أشوف الآن عندنا وعند غيرنا يعني بنات الله يصلحهن تجدها من ظهر وهي جاية بأكتاب حق الحلويات وحق مدرويش وتسوي وتطبخ وتطبخ إلين ينتهي الإفطار، ثم تتعب تصير تعبانة ما عاد تصلي. ليه؟ لأن جهدها وقوتها بذلته في الطبخ، مع أن عندها شغالات وعندها كذا، لكن هي ورا الطبخة ذي وأنا سويت لك من الطبخ. يا إخواني العشرة الأخيرة هذه عبادة وتفرغ، لا يكون همنا الأكل وصف الحلويات وصف الأنواع المختلفة. هذه عشر سنفقدها، عشر هذه فيها ليلة القدر، القدر المكانة الرفيعة، استعدوا يا إخواني لها، وفروا جهودكم وفروا قواتكم لهذه الليلة العظيمة المباركة. لا يجوز يا إخواني أن نعطي الأكل فوق حقه. صحيح المرأة مأجورة ولها أجر عظيم إذا جهزت إفطار عيالها وزوجها، أو البنت إذا جهزت إفطارها لها أجر عظيم، والشغالة كذلك. لكن يا إخواني المشكلة أنهم يكثرون هذه الأنواع حتى يتعب. وبعض هذه الأنواع حدثني بعض الإخوان قال والله يا بعضها أنها تحط وأنها ترجع ما حد يأكل منها، وبعضهم يأكلون من 20%، وبعضها كذا. يا إخواني هذه أمور ينبغي لنا أن نفطن لها. نعم جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا يسأل عن أقل الاعتكاف كم مدته؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي أميل إليه أنه يعني مدة معقولة، مثل الإنسان الآن إذا جاي يصلي العشاء ما عاد يطلع إلين ينتهي من القيام الأخيرة ويروح يتسحر، أو يجي المغرب يفطر في بيته ويجي من بعد الإفطار مباشرة يفطر في بيته ويجي يصلي المغرب ويجلس حتى ينتهي من القيام ويرجع يتسحر، أو يفطر في المسجد ويتسحر في المسجد ويكون فقط يعني ايش اسمه اعتكافه الليل كامل. المرأة التي تشتغل الله يثيبها في بيتها وتوفر وكذا وتحب تعتكف الليالي الوتر، إذا جت العشاء وجلست بين صلاة العشاء وجلست مثلا بين الصلاتين إلين تنتهي صلاة القيام الأخيرة، إنها حينئذ معتكفة إن شاء الله. نعم نعم جزاكم الله خير معالي الشيخ عبد الله. أيضا هذا سؤال تكرر كثيرا، وهو أن بعض الناس أفطر في رمضانات عديدة سابقة عدة أيام ولا يعلم عددها، السؤال هنا كيف يقضي هذه الأيام؟ حقيقة أنا أسمي هؤلاء الكسالى. ليش يا شيخ أحمد؟ نعم، لأن عندنا الآن الله يصلحهم عيال وبنات ونساء وعجايز طول السنة، طول السنة صوموا الاثنين والخميس والبيض ويتقربون إلى الله. هذا رأي يجي عندك خلاف، هل هي 7 أيام ولا 6؟ ويشغل نفسه ويشغل المفتي من أجل يوم واحد. يا صم وارتاح، ليش لماذا توسوس الآن من أجل اليوم؟ زد هذا اليوم والحمد لله، إن كان فرض فهو فرض، ما هو فرض فهو نافلة. لماذا تشغل نفسك يا أخي؟ نعم
نعم، وفي كلا الأمرين معالي الشيخ هو مأجور. هي ما في شك يا أخي، ويزيل الوسوسة. صح. لأن دحين لو غرضنا أنها أخذ أقل وصاب ست، يقوم يجي الشيطان، يأتي الشيطان يقول باقي يوم باقي يوم، ثم إذا صام رمضان وبعد رمضان قال يا أخي أنا على يوم من العام الماضي شاك فيه، أنا ويروح يسأل أنا علي، يا أخي لو صمته قطعت الطريق على الشيطان. صحيح. نعم. جزاكم الله خير معالي الشيخ وبارك فيكم. هذا أبو عبد الله يقول إن شاء الله سوف أختم القرآن الكريم، هل يصح لي أثناء القيام في منزلي الدعاء بختمة القرآن؟ نعم يصح، تدعو ويدعون وراك زوجتك وأولادك وتنالون إن شاء الله أجر الختمة. نعم معالي الشيخ أحسن الله إليكم، النفساء إذا أكملت الأربعين يوما ولا يزال الدم مستمرا هل تصوم؟ إذا كان الدم مستمر فلا تصوم. نعم. لأن الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله يقولون النفاس أكثر 60 يوم. نعم. والأطباء الآن يقولون 42 يوم، هذه غالب النساء، غالب النساء يقولون 6 أسابيع يعني 42 يوم. فالمسألة الآن يعني ما دام الدم نفسه هو دم النفاس فإنها تستمر حتى يقف، هذا إذا كان دم. إذا كان أوساخ صفرة أو كدرة فإنها تغتسل بعد 40 وتصلي. عندنا مسألة أخرى يا شيخ يسألون عنها يا شيخ أحمد. نعم تفضل. إذا طهرت المرأة أثناء 40، يعني امرأة نفسة وجلست 12 ساعة طاهرة ناشفة مرة، هل تصوم؟ نعم تصوم، تصوم لأنها طهرت، فإن عاد إليها الدم عاد النفاس، وإن لم يعد الدم فإنها حينئذ قد طهرت. نعم. نعم. جزاكم الله خير معالي الشيخ عبد الله وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فشكر الله لكم هذه المشاركة معنا. وأنا في نهاية هذه الحلقة أشكرك وأشكر إخوانك وأسأل الله تعالى أن يمنحنا جدا في الدعاء والتبتل والتضرع بين يديه، وأن يعيننا في هذه الليالي المباركة على قراءة القرآن الكريم وتدبره والتأثر به، وأن يعيننا أيضا على الدعاء الحسن لأنفسنا ولأولادنا وزوجاتنا، وأن ندعو أيضا في هذا الوقت وفي كل وقت لجنودنا المرابطين على الحدود الذين يحمون المقدسات ويدافعون عن دين الله، وأيضا ندعو لإخواننا المرابطين في مواقع وزارة الصحة الذين يكافحون هذا الوباء الخطير، نسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يسددهم وأن يغفر لهم وأن يبارك في أعمالهم وأن يرزقهم القبول في ليالي رمضان وأن يستجيب دعاءهم وهم في مواقعهم، ونسأل الله تعالى أن يحفظ ولي أمرنا ونائبه بحفظه ويكلأهم بعنايته. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز بهم الإسلام وهيئ لهم البطانة الناصحة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولذرياتنا وزوجاتنا، وأن يرحمنا في هذه الليالي المباركة وأن يستجيب دعاءنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الدعوات. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق.
عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي هذه المشاركة معنا، وشكرنا يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.